فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التخفيف للحية وما حد اللحية؟ ما يجوز التخفيف اللحية، اللحية ما هي بثقيلة علشان تخفف، ما هي بثقيلة، ما شفنا واحد طاح من لحيته، ما هي بثقيلة والحمد لله، فكيف تخفف؟ اللحية لا تخفف، ولا يجوز أخذ شيء منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وإرسالها وأمر بإعفائها، فلا يجوز أخذ شيء منها. نعم.